والله جل في علا ذكر لنا آيات مخيفة، فقال جل في علا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والله زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله عذاب الله شديد يا أخوان، إن لم نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى والله مش مسحة. الساعة 3:17 دقيقة كنا نايمين على الفراش، فجأة صار هزة منا من جزع وخاف وكبر. مين قال؟ وقال الأولاد، صرنا نقول شوفي هزة، شوفي يا أخوان. هيدي بـ40 ثانية صار فينا، هاد 40 ثانية غيرت مجرى الكون. 40 ثانية صار فينا جزع وخوف. 130 هزة أرضية خلال 24 ساعة. هيدا دليل رسالة من الله سبحانه وتعالى حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. رسالة من الله سبحانه وتعالى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما آن التوبة، هلا بسأل حالي اللي عم بتكلم أو اللي عم يسمع، أما آن أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما أن نصغي إلى أوامر الله جل في علاه؟ الله آمين. وما تستبعدها تركيا، الله يكون معهم هلا هن وإخواننا في سوريا. آلاف القتلى أو الشهداء، شو بدك سميهم سميهم، ولكن هم تحت التراب، هن هلا تحت التراب وتحت الأنقاض. ما تستبعدها، الله سبحانه وتعالى بثانية عبرة وصيدة ولبنان أجمع بصير تحت التراب. من أجل ذلك إخوان، نحن ما عم نفتك نتكلم كلام فقط هقوغائي، والله بس لحتى نفتك.